أكد البرلمان العربي وقوفه مع مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين أو التدخل في شؤونها الداخلية، ورفضه في هذا الصدد للقرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التي أصدرها البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الإقليمية عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.